موقع أنا السلفي. احنا عندنا تحديين تانيين هما في الحقيقة من صنع الأعداء. تحدي فكري منهجي متعلق بقضية الرافضة الشيعة، والثالث متعلق بقضايا التكفير. وانا قلت لكم بقول من صنع الأعداء، وانا غير متردد في ذلك، ان الأعداء هم الذين يريدون نشر التشيع في العالم العربي والإسلامي. ليه؟ لتفتيت المجتمعات. مفيش دولة دلوقتي فيها التفكك والتحلل، يا اما فيها انتشار تشيع يا تكفير. واقعد شوف كده هتلاقي ان الاثنين دول هم اساس تخريب العالم العربي والاسلام. التشيع، الثورة الايرانية اولا، نروح ابعد شوية، الذي اوقف تقدم جيوش العثمانيين من فتح اوروبا، الدولة الصفوية. من 3 قرون كانت فيينا محاصرة وخلاص على وشك السقوط، وبتحالف بين الدولة الصفوية الشيعية وبين انجلترا وفرنسا، تمت حروب في الجانب الجنوبي الشرقي من الدولة، وترك السلطان العثماني حصار فيينا ورجع ليقود بنفسه وبجزء من الجيوش ايضا لتأمين الحدود الجنوبية الشرقية للدولة العثمانية من قبل الصفويين، وتكونت دولة إيران. الدولة الصفوية دي التي نشرت المذهب الشيعي في خراسان السنية أصلا بالحديد والنار، واللي بيحصل في كل حتة وبالحديد والنار، لأنه بيخش البلد زي ما الحوثيين دخلوا دمشق. دخلوا دمشق عملوا فيها إيه؟ دمشق دي كانت معقل لأهل الحديث، قتل واقتحام بيوت وتحريقها ونهبها واغتصاب نساء واختطاف وتشريد عنيف جدا. طب الناس هيستحملوا ليه؟ وهي الناس اصلا ممكن تكون ما عندهاش يعني وعي جيد بالقضية. عايز اقول لك كم من الناس يقولوا هو الشيعة ايه المشكلة مع الشيعة يعني؟ ما فيش مشكلة، ده اتجاهات اسلامية او محسوبة على العمل الاسلامي بتقول ما فيش مشكلة مع الشيعة. واحد النهاردة بتاع شبكة رصد، مؤسس شبكة رصد، كاتب بيقول تحالف انجاس، يقاتلون عدوا انضف منهم، والعياذ بالله. الواحد بيقول عدم الادراك، ما هو اتربى على كده، اتربى على ان ما فيش فرق بين السنة والايه والشيعة. ده احنا عندنا خلاف بيننا وبينهم في الايمان بالله والايمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خيره وشره. عندنا خلاف على الاحكام الفقهيه. انا اطلع لكم شويه رسائل عجيبه كده. واحد كاتب من ائمتهم ان اعظم وصيه قالها الامام الخميني وهو على فراش الموت الوصيه بالتمتع، وهو تنفيذا لوصيته تمتعت بابنته وزوجته من بعده. اتجوز ساعتين ثلاثه مفيش مشكله، بلا شهود ولا ولي ولا مهر، ويمكن أن يكون والمرأة المتزوجة يستمتع بالمرأة المتزوجة، بس تستبرئ بحيضة وبعدين يتجوزها وهي على ذمة جوزها، والعياذ بالله. حاجات في منتهى الفظاعة. أما الإيمان بالله فإنهم يعتقدون حقوق الألوهية وصفات الربوبية للأئمة، هم يرون السجود للأئمة والطواف حولهم، ويعتقدون أنهم يعلمون الغيب بعلم الجفر، وأنهم يسيطرون على الكون وكل ذرة من ذرات الوجود تحت سلطانهم. الخميني بيقول نحن نعتقد مع آخر الشيعة الإمامية أن لأئمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرات الوجود. الإيمان بالملائكة والرسل. يقول الخميني أيضا إننا نعتقد معشر الإمامية الاثنى عشرية أن لأئمتنا أحوالا مع الله لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. يبقى أنت عندك أن الأئمة في اعتقادهم أفضل من الملائكة والرسل، وهذا كفر عند أهل السنة باتفاق، أن حد يفضل بعض الأولياء على الأنبياء والملائكة. ده انت هتفضل على الانبياء والرسل، وان لا يبلغوها
لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيدنا موسى ولا سيدنا عيسى. واللي يقرا في الكافي يجد هذا الكلام صريحا في تفضيل المهدي ليس على ابي بكر وعمر فقط. تفضيل طبعا هم بيكفروا بكر وعمر، يفضلوا المهدي على موسى صلى الله عليه وسلم، يفضلوا الامام اللي هو في استرداب اللي بداوا يرجعوا يبنوه تاني في سره من راى في سمراء، لان استرداب مطموس من قرون طويله من 1000 سنة تقريبا وزياده. طبعا السرداب ده فضيحه الشيعه في العالم، لكنها العقيده الراسخه. فبيبنوا السرداب بداوا يحفروا فيه تاني عشان يبقى مزار سياحي للشيعه في العالم، يروحوا الاسترداب الذي اختفى فيه ليه الامام المزعوم المهدي المنتظر، اللي الخديعه الكبرى التي خدعوا بها عوام الشيعه في شخص لم يكن له نسل اللي هو الحسن العسكري. ثم حتى لا تنقطع الخدعة ادعوا أن له نسلا خفيا، وأنه خوفا على حياته دخل في استرداب في مدينة سامراء منذ 1200 سنة تقريبا، وغاب الغيبة الصغرى التي كان خلالها يلتقي مع الخاصة، وخلالها ألف كتاب الكافي. كتاب الكافي الذي هو العمدة الأساسية، مقدم على جميع السنة، على كتب السنة كلها. كتب السنة مش مقدم عليها لأنها غير معترف بها أصلا، لا يؤخذ بها أصلا. مش هقول ده يعني الخوارج عندهم مسند الربيع الذي يتضمن عقيدة الخوارج، مقدم على البخاري ومسلم وموطأ مالك، بس بيعترفوا بالبخاري ومسلم وموطأ مالك. يعني ممكن يجيبوا بعض المشايخ المالكية يدرسوا عندهم في الايه؟ في الجامعة في عمان. فقضية المفتي كان درس بيدرس لهم، لأن المذهب المالكي قريب جدا من مذهب الايه؟ الخوارج في اللي هو الإباضية في الأحكام. ما ليس بعيد الخلاف في العقائد أكثر طبعا. لكن دول بيعترفوا بالبخاري ومسلم وموطأ مالك. لكن دول ده عندهم إن هذه كتب المرتدين. والعياذ بالله. فانت قول لي هنعرف، بقول لك العقيده في الملائكه والكتب والكتاب، كتاب فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب. هذا الرجل يقول عنه الخميني انه الامام الذي لا يرد قوله، ولان كان هو الخميني قال لهم لا احنا لا نقول بتحريف القران، لكن عندهم المساله دي خلاف سائر وفي طوائف تصدق بها بأن القرآن محرف، ويقولون أنه قد زيد فيه ونقص منه، وأن هناك سورة الولاية التي حذفت من المصحف، وأن مصحف فاطمة يعني فيه من الأحكام والسور والحقيقة الوحي، لأن مصحف فاطمة ده أشياء منقولة عن فاطمة عندما كان جبريل يسليها عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يطلع في الآخر ده نوع من الإيه؟ من الوحي لفاطمة، وإن كان لا يثبت رسالتها صراحة. اللي بيثبتوا رسالة حد بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غلاة الرافضة الكفار نوعا وعينا باتفاق، وإلا مش هنناقش فيهم إن هم بره الإسلام أصلا، زي البهائية والبابية وزي القديانية من اللي هم ليسوا رافضة الطريقة الأحمدية. للعلم الرافضة لهم 75 قناة على الأقل تبث على العالم العربي والإسلام باللغة العربية، 75 قناة، وبعضها بالإنجليزية وبعضها بالفرنسية. وأما الأحمدية فلها قناة تبث من لندن. الأحمدية اللي هم أتباع غلام قدياني، الطائفة القديانية التي تقول برسالة محمد غلام قدياني، وأنه نسخ أشياء في الشريعة الإسلامية. فأنا بقول لكم إحنا في اختلاف كبير جدا. الاختلاف في الإيمان باليوم الآخر، هم يقولون أن من أشراط الساعة الرجعة، من أشراط الساعة أنه لابد وأن يرجع الله عز وجل أبا بكر وعمر وعلي والمهدي سيعيدهم إلى الحياة، وعثمان طبعا، ثم يعذبهم عذابا شديدا ويقتلهم على يعني ما حدث منهم من الكفر وانتقاص أو اغتصاب الخلافة، ويجوزون يعني أشياء فظيعة جدا في العقيدة. هناك اختلاف في الإيمان باليوم الإيمان باليوم الآخر متعلق بقضاء الإيمان والكفر، هم يكفرون أهل السنة
ويرونهم أشد أعدائهم النواصب، ويستبيحون دماءهم وأعراضهم عنهم، ويتقربون إلى الله بأن قتل أهل السنة من أعظم القربات، وانتهاك حرمة نسائهم من أعظم القربات. أما في الإيمان بالقدر فهم قدرية، قدرية النفاة، يوافقون قول المعتزلة في عامة مذهبهم. في الأحكام ينكرون المسح على الخفين، يجيزون الصلاة بمسح القدمين، يجيزون لا يجيزون الصلاة إلا تحت يعني بالسجود على الحجر، يعني عندهم الحج إلى المشاهد للقبور الأئمة أفضل 70 مرة من حج بيت الله الحرام، أو 7 مرات مختلفة اختلافا على حسب المشاهد نفسها. يبيحون الطواف، وهذا من ضمن العقائد أن صرف العبادة لغير الله، الطواف بقبور الأئمة أفضل من الطواف ببيت الله الحرام، نعوذ بالله من ذلك. السجود للأئمة خطر داهم، المتعة ده تقرأ فيه ما يعني تدمير المجتمعات بإباحة الزنا من خلال نكاح المتعة. نكاح المتعة يحاول البعض من خلال بعض الفضائيات أن ينشره وسط الشباب، مش بس النكاح العرفي، مش الزواج العرفي بس، ده الزواج العرفي أرحم. الزواج العرفي بيكتبوا ورقة وبيجيبوا شهود، وهو زواج بدون ولي، ولكنه في النهاية يمكن أن يحفظ الورقة دي، ممكن تحفظ لها حقها في يوم من الأيام. ما هو زواج باطل قطعا بلا شك خلاف السنة، ولكن نكاح المتعة بقى مدة من الزمن، ممكن 2 ساعة، ممكن 5، ممكن 2، ممكن 3 أيام، وبمهر ممكن قبضة من طعام. يعني لو راح جاب لها عشوة وهو ده مهرها وهي قبلت وقلت له زوجتك نفسي، وقبلت لمدة 48 ساعة لمدة 3 أيام زي ما هم عايزين، ده يقول لك إذا كل حاجة، كل خطوة من أول التقبيل فما بعده إلى الجماع إلى الغسل ثواب لا يتصور. كل حاجة مش حافظها، بس أنا حافظ بتاع الغسل ده، إن هو عجيب قوي، إن هو بيقول لك كل قطرة من قطرات الماء الذي يغتسل به يخلق الله منها ملكا يسبح ويصلي ويركع ويسجد إلى يوم القيامة، ويوضع ذلك في ميزان حسناته. يا سلام، ده الناس هتاخد ثواب قد ايه؟ تخيلوا البدع والضلالات التي تنفر الناس تنفيرا هائلا من الدين. التقطيع الاجساد في 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 ذكرى الحسين، ها، تطبيق لها، وبعدين وذكر السيره، عارفين الفيديو بتاع وسقط البرنس، وسقط الراجل كان قاعد كده راجل محترم ولابس عمه وبتاع وعمال يتكلم، وبعدين بيذكر سيره الحسين، وبعدين وسقط البرنس وراح جاي ايه رامي البتاع واشتغل لطم بقى، قاعد يلطم والناس اللي جنبيه بدا اللطم، وبعدين كلهم بتاع المروحه ده والراجل اللي يروح جاي ضربه على قفاه وضربه على دماغه، والناس كلها قامت تضرب في بعضها في المسجد لطم وبتاع. ها والله يستاهلوا فعلا بس ده بقى لما العالم يشوف ان هو ده الاسلام يعملوا ايه؟ زي بالظبط يعني، او يعني بدرجه لما يشوفوا ان الاسلام هو ذبح الروس. يبقى عشان كده بقول لكم ان دي صناعه غربيه، احنا مختلفين معاهم في الكتاب والسنه ومصادر التشريع، مختلفين فيهم في الايمان بالله والملائكه والكتب واليوم الاخر، مختلفين معاهم في كل حاجه. فدول في الحقيقه ديانه اخرى لولا الجهل والتاويل. يعني احنا بنقول ان دول لابد من اقامه الحجه، لكن لما يريدوا يفرضوا الباطل ده على الامه، واحنا كنا نقول نطالب التدخل الاجنبي مثلا، يقول لك لا مش عايزينهم يحاربوا، ما نسيبهم يعني هم اللي ياخدوا البلاد ويقتلوا الناس. ما طب التحالف المشاركه فيه دول مصر ودول الخليج وباكستان، كان المفروض يعملوا ايه بقى؟ طيب يجيبوا الغرب ولا يعملوا هم؟ ولا لازم يسيبوهم هم لغايه ما ايران تمدهم وكل حاجه، ما يسيطروا على كل البلاد ويدخلوا بعد ذلك الى الحرمين وبعد كده مصر، ويقفلوا باب المندب، وخلي بقى قناه السويس باللي فيها بالاصل والفرع والمشروع الجديد، خلي بقى ينفعك، لان انت اصلا هم عندهم قاعده في اريتريا على الناحيه الثانيه مباشره من باب المندب، ياخدوها وياخدوا قاعده اريتريا، وخلي بقى حد يبقى يعرف ايه يعمل حاجه. واخد بالك المآسي اللي احنا فيها دي؟ بقول لكم بقى
مين اللي عمل الثورة الإيرانية؟ لما نعرف انها كانت موجودة فين؟ فرنسا. ان 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 الخميني كان موجود في فرنسا وتحت سمع وبصر فرنسا والغرب كله، وهم اللي تركينه يوجه الثورة الإيرانية، وساعدوه يعني الزام القوات رئاسة اركان القوات المسلحة الإيرانية بعدم مبايعة الشاه وعدم سماع اوامره. واحنا ما كانش قدر عندنا الشاه، بس انا بتكلم على هم ليه عاملين كده؟ عشان اليومين دول هم ليه ايدوا الثورة الإيرانية وهم عارفين انها ثورة دينية وثورة طائفية لكي يقسموا العالم العربي والإسلام؟ وبعدين الجديد بقى اللي هو الفرقة التانية اللي هي فرقة التكفير. الموضوع ده محتاج يا اخواننا دراسة مهمة جدا.